هلا أصل إحنا مخيم السلامية الأول، والحمد لله انتخبنا وانتخابات نظيفة الحمد لله، والوضع حيل جيد والأمور طيبة إن شاء الله، والقوات الأمنية ما مخلية قصرة وكل شيء تمام والحمد لله وشكر. والله حاليا إحنا من مخيم السلامية الأول، وهذا اليوم يعتبر يوم عرس انتخابي، وإحنا مرتاحين للقوات الأمنية اللي حضرت هذا الانتخاب. والله الحمد لله الأجواء والإجراءات الأمنية كلش جيدة يعني، والحمد لله والله هي جيدة أيضا يعني حيل زينة. والله ما طولت يعني، ما تأخرت يعني كثير. احنا الآن في أحد معسكرات النازحين، وايضا هؤلاء مارسوا حق التصويت لممثليهم، والان تلاحظون خلفنا دي يتحركون بانسيابيه لطيفه باتجاه الصناديق، ومنذ الصباح باشروا بهذا العمل واللي هو التصويت العام، وان شاء الله على وشك. احنا الان بالساعات الاخيره من هذا اليوم، ونلاحظ الحرية المطلقة لهؤلاء بأخذ أصواتهم، ويمكن كان اللقاء مع كثير من النازحين الموجودين، ولا توجد أي ضغوط أو تأثيرات على أي شخص بتحديده باتجاه شخصية أو كيان معين. أيضا لاحظنا بهذا هو تأمين الحماية للمعسكر من الخارج، وأيضا هنالك أطواق من الشرطة داخل المخيم، والقطاعات العسكرية هي من الخارج ومن المسافات بعيدة عن هذه الأطواق. الحمد لله لم يؤشر أي خرق أمني أو خرق انتخابي لحد الآن، لربما هنالك إشكالات ما بين المنتخبين نفسهم، وهذا الشيء جيد والحمد لله، وإن شاء الله ينتهي هذا اليوم على خير إن شاء الله.